مهندس بشوي، ايه رايك؟ انا الاهم البيم ولا الاستدامه؟ ممكن يكون هما الاثنين بيكملوا بعض. تمام. طيب حد تاني؟ مهندسه مريم بتقول الاستدامه. تمام. طيب هقول لكم ليه شكرا مهندس بشوي. ما فيش اجابه غلط، احنا بنتشاور وممكن اجابتك انت تكون اصح من اجابتي، بس انا بطرح وجهه نظري. ليه انا بقول ان الاستدامه اهم من البيم؟ لان انت لو رحت تسكن في مبنى ممكن تقول ايه، انا عايز اعرف المبنى ده فيه استدامه ولا لا. في ناس كده لما بتيجي تحجز فندق على موقع مثلا زي بوك او اي موقع تاني بيبدا يدور كده، يقول لك ايه، احنا بندور مثلا عايز فندق يكون رخيص او فندق يكون مثلا بيطل على النيل. في ناس كتيره بتقول له انا عايز مبنى يكون صديق للبيئه او يكون واخد ليد او يكون واخد مثلا جرين بيراميدز الهرم الاخضر. ليه؟ عارف ان المبنى ده هيوفر لي في الكهرباء، المبنى ده هيكون صديق للبيئه، انا بحب اشجع الحاجات الصديقه للبيئه، انما مش هيفرق معايا اتعمل بيم ولا لا، خلاص مرحله البيم دي خلصت. تمام؟ حتى لو هو بيشتغل في الفاسيلتي مانجمنت بالبيم، بس مش هي دي اللي بتفرق معايا. البيم اداه قويه جدا بيتحقق لي اهداف كتيره جدا، منها هدف الاستدامه. وبيدخل معايا في حاجات كتيره قوي، وبيوفر معايا في التكلفه و و والحاجات دي كلها. فهو اساسي، وهتلاقي شغل كتير جدا لو انت معاك البيم. لكن حاول تشوف انا هستخدم البيم في ايه؟ يعني البيم ده تولز قويه، هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في ان انا احقق روحه الانسان اللي موجود، ان اللي يسكن في المبنى ده يدعي لي مش يدعي عليا. طيب احنا عملنا موديل بيم، وهنشوف مع بعض بسهوله جدا تقدر تعمل موديل بيم باشكال رهيبه جدا. تمام؟ انا حاليا شغال مثلا في مشروع مع مكتب زو حديد، فبنعمل اشكال عجيبه كده وعضويه واشكال، يعني اللي هو يقول لك عمرها ما تتعمل بالبيم، لا بنعملها بالبيم وبالريفت عادي وما فيش اي مشاكل خالص. طيب احنا انت عملت موديل بيم، تقدر بقى تاخد نفس الموديل بيم ده وتقول له اعمل لي صن وشادو، اعمل لي صن وشادو للموضوع ده، هعملها قدامكم. تمام؟ وهتلاقوها سهله جدا. اقدر اعمل دراسه للرياح، واقدر ادرس الاير فلو اللي موجود، واقدر ادرس اللايف سايكل. الحاجات دي كلها بتاخد وقت، الحاجات دي كان كل واحده فيهم بتاخد وقت كتير جدا. ليه؟ لان كل برنامج متخصص بيعمل واحده فيهم، كنت لازم ادخل عليه واعمل موديل جواه، فكان بياخد مني وقت. البيم موديل واحد بعمله وادخله كل البرامج التانيه. مفيش برنامج من برامج الاستدامه غير وبيقبل الشغل من البيم. خدها مني قاعده، مستحيل تلاقي برنامج استدامه ما بيقبلش الشغل من البيم. ليه؟ اسالني ليه؟ حد يسألني طيب عشان أعرف أكمل. ايه يا دكتور؟ طيب بص يا سيدي الفاضل، في الموضوع ده عمل مشاكل كتير قوي، إن في شركات كتيرة وممكن شركة عايزة تشغل مشروع بالريفت، وشركة تانية عايزة تشغل جزء المشروع منه أركيكاد، وشركة عايزة تشغل تكلا، فلقوا إن هما البرامج مش عارفة تشتغل مع بعض. فالشركات دي منهم شركه اوتوديسك، منهم شركه جرافي سوفت، منهم شركات كتيره بداوا اجتمعوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها بيلدنج سمارت. بيلدنج سمارت دي شركه غير هادفه للربح، جمعيه تعاونيه كده غير هادفه للربح، مهمتها انها توفق البرامج مع بعض. ان انا لو اشتغلت على الريفت وحابب ان اخد شغل بتاع تكله ونكمل مع بعض ما فيش مشكله. فبداوا يعملوا صياغات مشتركه، لو بقى قال لك اي في سي، لا جي بي اكس ام ال، لو كذا صيغه تقدر تنقل البيانات لكل الحاجات. طب هل الموضوع ده موجود في ريفت؟ تعال نشوف مع بعض. طيب احنا عملنا الموديل اهو. تمام؟ لو انا جيت هنا وقلت له اكسبورت، فلاقي عندي الاي اف سي. اي اف سي ده اندستري فاونديشن كلاسز، بيتقري في كل برامج البيم، يعني تقدر تاخد الموديل ده وتشتغل عليه في قلب برنامج الاركيكاد او تكلا او اي برنامج انت عايزه. بتقول له اف سي، خلاص بيعمل لك نسخه من الريفت اي اف سي تتقري على اي برنامج تاني. تمام؟ دكتور، هو تقريبا الشير سكرين قفل. الشير سكرين قفل. طيب خليني، لا هو عندي لا لا الفايل ما ده. قفلش. او ممكن خلاص تمام، انا اللي مش باين عندي تمام. طيب هعمله شير تاني بقى. قفل قفل. ظهر كده. تمام. كده تمام. طيب بص ده الفايل عندي هنا، من الفايل اقدر ان انا ابعت لكل البرامج من خلال عندي اي اف سي، وعندي حاجه تانية اسمها جرين بيلدنج اكسترنال مارك اب لانجوج.
جي بي اكس ام ال، ده ملف عامل زي الاتش تي ام ال كده تمام، بيتقرف كل البرامج بتاعت الاستدامه، يعني اي برنامج من البرامج اللي بيحسب الحراره، بيحسب الضوء، بيحسب يعني عند اي برنامج بيحسب اي حاجه خاصه بالاستدامه بيتقبل مع برامج الجي بي اكس ام ال. خلاص ما فيش برنامج غير وهو بيقدر يتعاون معاه وياخد منه الشغل عادي بدون اي مشكله خالص. تمام، دلوقتي هنشوف ازاي ندرس الظلال والرياح والحاجات دي كلها من قلب البرنامج بتاع الريفت عادي، وممكن تاخد الشغل توديه على برنامج. يعني واحد متعود يشتغل ببرنامج اكس، خلاص اشتغل على برنامج اكس، خد الموديل سيفه اكس ام ال او سيفه اي بي سي وكمل شغل في البرنامج بتاعك. ده على سبيل المثال مثلا اهو، ده في المشروع احنا عملنا موديل تمام، وقلنا له اعمل اناليسيس، فقال لنا مثلا استهلاك الحراره واستهلاك الطاقه والحراره وعملنا كل حاجه. طب لو عملنا فتحتين، طب لو عملناها حرف سي، عملنا مبنى حرف سي بحيث يبقى فيه مكان كده حديقه للناس تقعد فيها، لو عملناها مثلا على هيئه كيرف تمام، ممكن تكتشف ان لما انت عملته على كيرف وفر مثلا 80 في 50% من الحراره من استهلاك الطاقه. طب ما كده كده ده هيفضل مثلا مبنى 20 سنه كل سنة بيوفر لي 50% من الحرارة من استهلاك الطاقة. ليه لا؟ طب لو انا عملت نوع معين من الزجاج، طب لو عملت نوع تاني، طب لو عملت نوع تالت، كل نوع ببدأ اعمل له محاكاة وابدأ اشوف الفرق. الكلام ده بالاساليب التقليدية كان كل تجربة ممكن تاخد لها يوم يومين ثلاثة، دلوقتي ممكن تعمل 10 20 تجربة في يوم. الموضوع بقى اسهل، سهل جدا. اوريك، انت مش مصدقين ليه؟ مش عارف، محدش مصدق. طيب تعال نشوفها كده مع بعض. بص، في حاجه اسمها ماسنج. ماسنج يعني بتعمل ماس. طيب خلينا نقول له مثلا امبليس ماس، يعني هبدا اعمل كتله وابدا اشتغل عليها. امبليس ماس قدرنا نعمل منها حاجات اشكال عضويه، كانك بتعمل شكل انسان والحاجات دي كلها وكيرفات وكل اللي انت عايزه. بص اهو، هرسم اهو مثلا، رسمت اهو حاجه بالشكل دوت، رسمته مستطيل تمام. الفيديو مسجل فتقدر ان انت ترجع ليها كذا مره تمام. علمت على الجزء اللي تحت ده اهو تمام، وبعد كده اقول له كرييت فورم، يعني حول لي 2 دي ل 3 دي. هيعمل ايه؟ هيعمل له بالشكل دوت. لا انا عايزه يطلع لفوق شويه، طب انا عايزه يلف امر، يلف اللي هو ايه، روتيت. هات امر روتيت اهو. بص المبنى بيلف معايا اهو تمام. طب قول له فينش. طيب انا عايز المبنى ده اضيف له حوايط. بص لما تيجي تعمل سيلكت تقول له ماس فلور، اي فلور هيعترضه هيقسم فيه. طيب هو عامل واحد اهو، لو عم وقفت كده هتلاقي المعلومات بتاعته. طيب انا عايز اقول له ضيف لي وول، وول باي فيس. مجرد تعمل كده هيعمل لك الحيطة وهي بتلف بالماتيريال بتاعتها بكل حاجة. بص عشان تبقى معاك أكتر خلينا أعملها شديد أهو. بص هنا مفيش حيطة، هنا في حيطة تمام. هروح إيه أقول له، أنا عايز تضيف لي هنا أهو. فلو عملت حصر هيطلع لك الحيطة معاك مظبوطة تمام. ففي ثواني قدرنا نعمل الحوايط واخدة كيرف وبتلف وكل حاجة. تمام، بعد كده تقدر تاخد الحاجة ديت وتقول له اعمل لها محاكاة واعمل لها كل اللي انت عايزه. هنشوفها مع بعض. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا ان انت تعمل شكل دوت تمام، وممكن تسيبه وتعمل شكل تاني وتالت ورابع، تعدل بس الزاوية ويطلع معاك اشكال كتير. فده بيفرق معاك ان انت قدرت بسهولة جدا تعمل افضل شكل موجود، افضل شكل ممكن يحقق الاستدامة للمبنى دوت تمام. ممكن كمان تعملها على مدن، يعني ممكن تعمل دراسة للظلال وللشمس والحاجات دي على مدينة كاملة تمام. فيقول لك مثلا المبنى ده هيأذي المباني اللي حواليه، مش هيوصل لها الشمس، او التصميم اللي انت عامله في مثلا شارع في النص، فالشارع ده هيخلي فيه أصوات عالية للناس اللي ساكنين في الشوارع. فبتعمل دراسات كتيرة جدا بحيث تتأكد إن التصميم اللي أنت تعمله أفضل واحد. يعني أنت ممكن تعمل تصميم
وتكتشف المشاكل بعد ما اشتغل بسنه سنتين، ناس تبدا تقول لك والله في مشكله. فكل هدفنا ان احنا نعمل بيم يكون صديق للبيئه ويكون مفيد. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنستخدم برنامج مثلا زي الاركيكات، زي السكتش اب، زي الريفت. السكتش اب مش من برامج البيم، لكن في تولز جواه ادنس اسمها سكتش اب بيم، بتقدر توفر لك بعض التولز، لكن لا عشان شغل حقيقي وبتاع، لا اما ريفت لا اما اركيكات. طيب ايه اللي احنا نعمله بقى؟